بغات بياض، واحد المعلقه كبيره ديال 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 المسحوق الحليب، دونك لا بودر، دونك بودره ديال الحليب. اه بودره ديال الحليب، مسحوق الحليب، واحد المعلقه كبيره، معلقه كبيره. اه واحد المعلقه كبيره ديال المسحوق ديال الحمص، واحد جوج معالق كبار ديال عصير الحامض، واخا كنت نزرب هانور معليش انا كنقيد معاك، معلقه كبيره ديال مسحوق الحليب، معلقه كبيره ديال مسحوق الحمص، جوج معالق كبار ديال عصير الحامض، نزيدوا عليها واحد ربعه المعالق ونص ديال عصير الفجل البلدي. دونك الفجل الطويل ديالنا البلدي راه ممتاز، والتخصيص راه رائع اللي بغى الضعف. الفجل البلدي هو الفجل اللي كلناه غير ينزل في البلاصه جرنا على الحرقه. والفجل اللي كملنا فتنا ثلاث شهور وحنا تلاكلوه ممنوع من عن كليا تساقط الشعر. الفجل راه مقوي جنسي، راه ضد الحبوب، راه فيه العجب. الور اش قلنا؟ ربعه المعالق كبار ونص ديال العصير ديال الفجل البلدي، الكل على شكل كريمه، الى اقتدى الحال وجايكم شويه ناشف زيدوا شويه العصير ديال الليمون الحامض، الحامض او ديال الفجل اللي بغاو لهم الخيار، حاجه فائله. دونك بيان سور الا كانت البشره جافه من المستحسن زياد بلاصه العصير الحامض نديروا عصير الليمون، فوالا باش نتفاداو المشاكل. ولا كانت حساسه كذلك نفس هي هذيك جافه هي الحساسه، هي الحساسه. اذا هادو هما المكونات دكتور جمال. غنديروا هذا القناع ولا هذا الماسك على وجهنا، بيان سور القانون عرفوه العيالات او الناس، نغسلوا وجهنا جوج خطرات بالماء والصابون، نمسحوا، نديروا هذا القناع، نخليوه. البشره جافه قلنا ساعه الا ربع، البشره عاديه ساعه حتى لساعه ونص، البشره ميد ما ساعه ونص حتى لجوج سوايع. غير يجربوا هذا راه فعال، راه ممتاز. ولا هذا القناع هذا لتبييض البشره وكذلك لازاله النمش. لازاله النمش. واحد الفورمول كنا عطيناها قبل، راه ساهله وفعاله لتبييض البشره وازاله النمش. خاصه ازاله النمش والحبوب والتقابي، اللي شنو هي؟ 50% ديال عصير البصل، 50% ديال خل التفاح. دابا تصوري سولنا هاد لا فورمول ياك، هادي اللي يلاه ذكرناها دابا، ونزيدوا عليها عصير البصل وعصير ديال وخل التفاح، احنا بيضنا اونكور بلوس كسر البشره ديالنا، جبدناها، سدينا التقابي، وعطينا قتله للحبوب. ما نساوش باش الناس يفهموا، نقدروا نضيفوا هاد الاضافات على هاد معلوم معلوم، انا دابا تنوريهم كيفاش يبداو يكونوا راسهم يخلقوا الوصفات، ماشي ولا بد خاصني نديرها الا ليتر، ندير لي الوصفه اللي عطى الدكتور قال لي لا، راسهم يبداو يخلقوا الوصفات. مثال بسيط، عندنا شحال من السونتر ديستيتيك والله اختي ما تعرفوش حتى شي يديروا، ولا تيشريو حوايج مركبات صناعيه، يعني غيربحوا اكثر، غيديروا خير في الناس اكثر، ما غيضروهمش وصفات طبيعيه. الو راه غير خل التفاح وعصير البصل فيه الكفايه، العجب العجب فيه. هاد الوصفه شتي هاد الوصفه؟ وصفه من الوصفات العاديه ضد البرص، اعطات لبعض الناس نتائج ممتازه وبعض الناس ما عطاتهمش نتائج، مي التجميل راه فعاله دائما تتعطي نتيجه. ما نساوش قلنا الحبوب ياك، البصله راه مضاد حيوي فتاك بالجراثيم، سي ان انتيبيوتيك، سي ليكيفالون دي كورتيكويد ضد الالتهابات. دونك البصله فعاله، دابا حنا دابا حاجه تتنقزني الحاجه ياك، جبنا الحبوب وجبنا البصله وخل التفاح ونزيدوا بابونش. مثال بسيط كيفاش غنديروا لهذا البابونش؟ نشدوا حفنه نديروا نص سيترو ديال الماء وناخذ المركز ديالو انت ونزيدوا على هذا، فعال ممتاز. احنا كوننا اونكور وصفه اخرى، هذه اللي ذكرنا دابا، شويه ديال البابونش ياك، مركز ديال البابونش ودي البصله وديال خل التفاح، نزيدوا على الوصفه اللي ذكرنا دابا، وحنا اونكور اون كومبوزي اون اوتر فورمول. دونك راه نقدروا نكومبوزيو ان انفيني دي فورمول، راه خاصنا غير المعرفه. نزيدوا نغنيوها اكثر يمكن بهذا الفعل. هانتي هانتي دابا تصوري هذه الوصفه ياك اللي ذكرناها دابا اختي، نزيدوا على الوصفه الاولانيه اللي ذكرنا اللي معقده اللي فيها التركيبه الرباعيه، احنا اونكور درنا وصفه اخرى مغايره على الاولانيه وفعاله وغير ضاره. مي التجميل راه فعاله دائما تتعطي نتيجه، ما نساوش قلنا الحبوب ياك، البصله راه مضاد حيوي فتاك بالجراثيم، سي ان انتيبيوتيك، سي ليكيفالون دي كورتيكويد ضد الالتهابات. دونك البصله فعاله،
دابا حنا دابا حاجه تتنقذني الحاجه ياك، جبنا الحبوب وجبنا البصله وخل التفاح ونزيدوا بابونش. مثال بسيط، كيفاش غنديروا لهذا البابونش؟ نشدوا حفنه نديروا نص سيترو ديال الماء وناخذوا المركز ديالو انت ونزيدوا على هذا فعال ممتاز. ها حنا كوننا اونكور وصفه اخرى، هذه اللي ذكرنا دابا، شويه ديال البابونش ياك، مركز ديال البابونش وديال البصله وديال الخل التفاح، نزيدوا على الوصفه اللي ذكرنا دابا، وحنا اونكور اون كومبوزي اون اوتر فورمول. دونك راه نقدروا نكومبوزيو ان انفيني دي فورمول، راه خاصنا غير المعرفه نزيدوا نغنيوها اكثر يمكن بهذا الفعل. هانتي هانتي دابا تصوري هذه الوصفه ياك اللي ذكرناها دابا اختي، نزيدوا على الوصفه الاولانيه اللي ذكرنا اللي معقده اللي فيها التركيبه الرباعيه، احنا اونكور درنا وصفه اخرى مغايره على الاولانيه وفعاله وغير ضاره، خاصنا غير المعرفه نزيدوا نغنيوها اكثر يمكن بهذا الفعل. هانتي هانتي دابا تصوري هذه الوصفه ياك اللي ذكرناها دابا اختي، نزيدوا على الوصفه الاولانيه اللي ذكرنا اللي معقده اللي فيها التركيبه الرباعيه، احنا اونكور درنا وصفه اخرى مغايره على الاولانيه وفعاله وغير ضاره، درنا وصفه اخرى مغايره على الاولانيه وفعاله وغير ضاره، غير ضاره.